متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ ضبطه بعض أهل العلم بقولهم: تكون شركا أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق. وقال آخرون: تكون شركا أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهاتان العبارتان مختلفتان. الأدق إيش هي؟ إذا استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. ممكن يستغيث بمخلوق في أمر لا يقدر عليه، كان يقع عليه شيء ثقيل ويقول إيش؟ احمله عني، أغثني أغثني. هذا المخلوق أيضا يعجز، صح؟ كان ليس بالشرك، واضح؟ لكن إذا قيل أن يستغيث بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. فبين العبارتين فرق. نعم. ولا الصح والأصح منهما الأخيرة، يعني استغاثة متى تكون شرك بغير الله؟ إذا كان إيش؟ استغاثة بمخلوق في أمر في شيء لا يقدر عليه إلا الله. نعم. لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا. لأن من ضمنه شو اسمك؟ فيصل. يقول: لأن المرأة، طيب وذا الرجل؟ أنت قاعد طاعت في ساهي. المرأة يعني الإنسان مش المرأة، واضح؟ لأن الإنسان يعني. طيب، لأن المرأة إذا استغاث عن الإنسان، إذا استغاث مخلوق فيما لا يقدر إلا الله وهو يعلم أن هذا لا يقدر إلا الله، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن حقيقة الأمر أنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى. نعم. أما قول من قال من أهل العلم إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فإن هذا يرد على أن ثمة أشياء قد يكون المخلوق في ظاهر الأمر قادرا عليها ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليها، لكن هذا الضابط غير منضبط، لأن من وقع في شدة كغرق مثلا وتوجه لرجل يراه بأن يغيثه فقال مخاطبا إياه: أستغيث بك أستغيث بك أستغيث بك، وذاك لا يحسن السباحة ولا يحسن، قال له أغثني أغثني أستغيث بك، أو قال له أغثني أغثني، هو لا يجد السباحة. نعم. ولا يحسن الإنجاء من الغرق، فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهل يكون شركا أكبر؟ ليس بالشرك. نعم. لا يكون منه، لأن الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادرا عليها، فيكون الضابط الثاني هو الصحيح، وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين، لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعين، فإنه لا يكون شركا، لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله جل وعلا. فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر، وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث بموسى عليه السلام.